سلام، هذه مادة مدخل إلى سلام هذه مادة مدخل إلى علم النبات PPO5، وأنا الإنستركتور دكتور صبا قصوص. يمكن التواصل معي بالإيميل المبين أو من خلال الإي ليرنينج أو الجروب اللي أنتو على الفيسبوك اللي هي PP205_DrQ. هذه المادة 3 hour credits، موجود زي ما انتو شايفين الصورة بتبين لنا قديش أهمية النبات في الطبيعة، إذ أنه هو المنتج الرئيسي للطاقة لكل الكائنات الأخرى. المادة ستكون سلايدز رح تنزل على الإي ليرنينج، كتير مبسطة، كتير منظمة، ورجاء أنكم تاخذوا الأمور بجدية. إضافة إلى يمكن أنزل فيديوهات على الجروب أو assigned readings على الجروب بالفيسبوك. الإكزامز بدها تكون 2 exams each 25%. الفاينل يشمل عليه 50% ويشمل المادة كلها. رجاء اتذكر أنه يشمل المادة كلها. كورس أوتلاين، رجاء أنكم تاخذوا وقتكم تقروا شوية حتى تعرفوا إيش رح ناخد في هاي المادة. الجزء الأول في المادة رح يكون importance of plants، أهمية النبات اللي هو primary producers، هم اللي بصنعوا الطاقة على كوكب الأرض. الجزء الثاني بدك تاخد فكرة على تقسيمات النبات وأنواعها، لأنه ما بنقدر إحنا نسترسل في الحديث عن النباتات من غير ما إن يعني نقول عن نوع نبات أو آخر، وبالتالي بيكون عندك فكرة. بعد ذلك بدنا ندرس عن النبات من أصغر وحدة إلى أكبر إشي اللي هو البلانت سيل. أول إشي أصغر شيء هي البلانت سيل، بعدين البلانت تشو، بعدين بندخل بأعضاء النبات الأورجنز اللي هم الروتس، ستيمز، ليفز، فلاورز، فروتس، سيدز. في عادة في مواضيع بحب أني أعطيها ولكن مش دائما بسمح الوقت إلا أن نغطيها، مثل إنه عملية الفوتوسينثيسيس مثلا، إيش هم البلانت هرمونز، أو كيف تكاثر النبات بالطريقة الخضرية، أو نتناول شوي على الجينيتيك انجينيرينج اوف بلانتس. أهلا وسهلا فيكم، بليز بي سيريس، هيك مضيعين وقتكم، حاولوا إنكم تتعلموا شيئا. شكرا.